استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم الأستاذ أحمد عبد العزيز الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور الصحافة الكويتية ومنها صحيفة السياسة في المشهد الصحفي الخليجي والعربي، مشيدا بدورها في إبراز الجهود التنموية في دول مجلس التعاون ومنها مملكة البحرين، بالإضافة إلى جهودها في دعم الجهود الخيرة لتعزيز التعاون العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشاد سموه بصحيفة السياسة باعتبارها منبرا إعلاميا عريقا لها مكانتها على الصعيد الخليجي والعربي، معربا سموه عن تقديره للدور الرائد والبصمات الواضحة لرئيس تحريرها الأستاذ أحمد الجار الله في تطور العمل الصحفي على الساحة الكويتية. إلى ذلك فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة وما تشهده من تطور أهلها لتكون نموذجا للعلاقات المتقدمة بين الدول.